السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم ميرفت الحطاب، وإن شاء الله هحل في الفيديوهات، الفيديو ده أولهم، الفيديوهات الجاية إن شاء الله قطع نحوية وردت في امتحانات السنة دي يناير 2019. القطع النحوية بيكون فيها لخبطة من ناس كتير، إن شاء الله هشرح النهاردة القطعة وحلها وهعرفكم أساليب حل قطع النحو إزاي. أهم حاجة تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان أقول ملاحظات مهمة جدا هتساعدكم في الحل ده، بالنسبة للي ما امتحنوش، وبالنسبة للي امتحنوا هيراجعوا على حلهم، ولو في أخطاء إن شاء الله هنتداركها عشان ما نقعش فيها مرة تانية. وهنقول بسم الله. أول نموذج عندي: المعلمون المصريون يواجهون الصعاب لأنهم مسؤولون عن التربية وترسيخ القيم في نفوس أبناء الوطن، رغبة في بناء جيل قوي يعمل على تقدم المجتمع، فكونوا عوناً لهم حتى نبني مصر. أول حاجة، القطعة موضوعها عن المعلمين المصريين، فإن شاء الله هنشوف هنحل القطعة دي إزاي. في كل مرة هيكون معانا قطعة جديدة، ودي قطع وردت فعلا في الامتحانات. هنقول في كل فيديو ان شاء الله، وقت ما نقدر نقول المعلومة هقول في كل فيديو طريقة تسهل عليك حل، او عليكي طبعا لو كنت طالبة، حل القطع في الامتحان، وازاي تستخرجي وازاي تعربي وايه المطلوب في كل نقطة. تابع معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفي تحلي ازاي سواء كنت طالبة او كنت طالب، وبالتوفيق بإذن الله تعالى. أول حاجة، المعلمون هنا كلمة بدأت بيها الكلام عندي، تمام كده. أنا بقول المعلمون المصريون، المعلمون مفيش قبلها أي كلام خالص، كلمة بدأت بيها كلامي، وأنا هعربها هنا مبتدأ، لأن طبعا المبتدأ هو أول كلمة بتيجي في الجملة الاسمية. وطبعا بقول جملة اسمية لان طبعا المبتدأ بيجي في الجملة الاسمية، والجملة الاسمية ليها ركنين اساسيين هم المبتدأ والخبر. المبتدأ بيجي كلمة واحدة اللي احنا بنقول عليه مفرد، وبيجي في اول الكلام، وبيكون طبعا اسم وبيكون معرف. لكن لو مبتدأ مؤخر، المعلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طبعا لو كان مفرد يبقى هيرفع بالضمة، ولو كان مثنى هيرفع بالألف. المعلمون مبتدأ لأنها أول كلمة ظهرت عندي في الجملة وهي اسم ومعرف بأل، فعلى طول هقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. القيم، لأنهم مسؤولون عن التربية وترسيخ القيم. طبعا القيم قبلها اسم، كنا واحنا صغيرين بيعلمونا القرع والمشار. ايه حكاية القرع والمشار؟ القرع هي الكلمة اللي ما فيهاش ألف ولام، وبيجي وراها كلمة فيها ألف ولام على طول، فبنقول واحنا مغمضين عينينا إن هي مضاف إليه. طبعا المعلومة مش كاملة لأن ممكن الكلمة تيجي فعل، ممكن لو قال لي وترسخ القيم يبقى القيم مفعول به، لكن القيم اللي موجودة معانا جت مضاف إليه بعد اسم، يبقى أنا لما يجي لي اسم فيها ألف ولام وبيسبقه على طول اسم من غير ألف ولام، يبقى الاسم الثاني اللي هو عندي القيم هنا ده مضاف إليه، يبقى القيم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه ما اتسبقش عندي، لأنه مفرد وما فيهوش علامة جمع ولا علامة تثنية اللي هي علامة المثنى. طيب عندي يعمل، يعمل ده فعل مضارع عادي. طب أعرف الفعل من الاسم من الحرف إزاي؟ أول حاجة الفعل بيكون فيه حركة، ولو هو فعل بيكون ليه أزمنة، حاجات بتحصل في وقت معين اللي هو إيه؟ عمل، يعمل، اعمل. عمل دي حاجة اتعملت وخلصت، ويعمل هو بيعمل دلوقتي طول ما انا شايفه، وشايف الفعل فيه حركه مستمره قدامي، ده الفعل المضارع اللي هو عندي يعمل. يعمل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه، تمام. طيب حتى نبني مصر، هو ايه اللي هيبني مصر؟ يبقى مصر مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ايه اللي هعمله؟ ايه اللي هنبنيه؟ تمام كده. ايه اللي هعمله؟ هو المفعول، الحاجه اللي انا بعمل فيها الفعل بتاعي، تمام كده. مصر
طبعا المفعول به لو مفرد بيبقى منصوب بالفتحه، مفعول به منصوب بالفتحه او مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب استخرج من الفقره السابقه، استخرج من الفقره السابقه خبرا لمبتدا وبين موقعه الاعرابي. احنا قلنا المبتدا عندي اللي هو ايه؟ المعلمون. المعلمون ليه قلت مبتدا؟ قلت هي قلت انها اسم وبدات به الجمله الاسميه. طيب الاسم ده ليه مكمل اللي هو ايه؟ الخبر. طيب يواجهون، ده مش اسم ده فعل. ايوه، ما انا عندي ان الخبر انواع، مفرد او جمله او شبه جمله. يبقى يواجهون هنا يواجهوا فعل مضارع مرفوع بالضمه، وواو الجماعه هي الاسم. مين اللي هيواجهوا؟ المعلمون اللي هو هنا واو الجماعه ضمير في محل رفع فاعل. يواجهون يبقى الجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. ليه بقى قلت رفع خبر؟ لان الجمله عندي هنا منها مبتدا وخبر ما دخلش عليها لا كان ولا اخواتها ولا ان ولا اخواتها. يبقى المعلمون يواجهون الصعاب. طب المصريون دي لازمتها ايه؟ المصريون دي نعت بيطابق المنعوت، يعني الاسم اللي قبله على طول في كل حاجه. وطبعا النعت اسم والمنعوت اسم. طيب هنستخرج الجزء الثاني. هو بيقول لي وبين موقعه الاعرابي، يعني هو مكانه هنا ايه؟ المفروض ان هو ايه؟ قال لي خبر، خبر لمبتدا وبين موقعه الاعرابي، خبر لمبتدا. طيب قلنا انواع الخبر مفرد وجمله وشبه جمله. يواجهون الجمله الفعليه دي جت هنا عندي هي في محل، الجمله في محل ايه؟ رفع خبر. طب ما قلناش نصب ليه؟ لان الخبر هنا المبتدا، الجمله نفسها جمله اسميه عاديه ما فيهاش، ما سبقهاش حرف نصب ولا فعل ناصب، تمام كده، او فعل ناسخ. خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه. تعال نرجع للقطعه. احنا قلنا لانهم مسؤولون، لانهم مسؤولون. هنا عندي ان اللي هي ايه؟ ان انا كان لكن ليت لعل، دي ان واخواتها. وفين الاسم بتاع ان؟ هم، اسم ان هم اللي هو الضمير، ضمير مبني على السكون في محل نصب ايه؟ اسم ايه؟ ان. طيب مسؤولون، مسؤولون ده ايه؟ ده الخبر، خبر ان مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. مش هو خبر انا بيبقى مرفوع؟ ايوه بيبقى مرفوع. يبقى خبر لحرف ناسخ وبين نوعه، يبقى هنقول مسؤولون هي الخبر. ليه هنا مسؤولون هي الخبر؟ لانها سبقت بحرف ان، نوعه مفرد اللي هي كلمه واحده بس. طبعا انا بشرح بوضح علشان الناس اللي بتوه في الاستخراج او في الاعراب. خبر لفعل ناسخ وبين نوعه. تعالوا نشوف ازاي. عندنا هنا فكونوا عونا، ادي الجمله، الجمله ايه؟ الجمله الاسميه. طيب هو عايز خبر لفعل، هو ايه على الجمله الاسميه وبتنسخ الخبر؟ هي كان واخواتها، كان واصبح وصار وباقي اخوات كان. كونوا عونا، فكونوا عونا. طبعا كونوا هنا كان واسمها، وعونا هي الايه؟ الخبر. نوعه كلمه واحده بس اللي هي ايه؟ مفرد، وطبعا هو منصوب. مفعول لاجله، يعني ايه مفعول لاجله؟ انا بعمل الحاجه دي ليه؟ المفعول لاجله هو السبب، هو السبب. وطبعا لما بيجي عندي سبب لازم يكون قبليه على طول فاصله منقوطه. هنا انا بعرف ان الجمله دي جت سبب او نتيجه للحاجه اللي قبلها. رغبه هنا مفعول لاجله. طيب المعلمون بيعملوا الكلام الحلو ده ليه؟ او هم ليه يواجهون الصعاب وهم مسؤولون عن تربيه وترسيخ قيم نفوس ابناء الوطن؟ ليه هم مسؤولين؟ ليه هم مسؤولين عن تربيه وترسيخ القيم؟ ليه؟ رغبه. يبقى مفعول لاجله هو اللي بيبين لي سبب حدوث الفعل. انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه مسؤول؟ انت ليه بتواجه الصعاب؟ انت ليه بترسخ القيم؟ انت ليه بتربي؟ رغبه، عشان انا عايز. بتعمل كده ليه؟ عايز رغبه في بناء جيل قوي. طيب اما اللي احنا قلنا المفعول لاجله بيبين سبب الكلام اللي قبليه، يبقى رغبه هنا مفعول لاجله ماله منصوب، ومفعول لاجله ايه؟ دائما، عفوا، دائما منصوب. المفعول لاجله دائما ايه؟ منصوب، وطبعا منصوب رغبه، تمام كده. طيب صوب الخطا في الجمله التاليه، إن آبائنا محبين للخير. طبعا آبائي دي مكسورة، طبعا احنا عارفين ان اسم إن منصوب مش مكسور. يبقى الخطأ الاولاني هنقول آبائنا
تمام كده، لان اسم انه منصوب، اسم انه منصوب، ومحبين طبعا غلط لان خبر انه جمع مذكر سالم. طيب اخر نقطه عندي في الاختبار ده بيقول حول الخبر الجمله الفعليه الى خبر مفرد وغير ما يلزم. بيقول لي ايه الخبر الجمله الفعليه اللي موجوده عندي؟ هيقول لي هنا المصري يعتز بحضارته، المصري يعتز بحضارته. طبعا يعتز دي فعل، عايز يحول الخبر اللي هو الجمله الفعليه اللي هي بتتكون من الفعل ويعتز هو الفعل والفاعل، يعتز هتبقى ايه؟ يبقى المصري معتز بحضارته، المصري معتز بحضارته، مش يعتز، المصري معتز بحضارته. انا كده حولت الجمله الفعليه لكلمه واحده اللي هي خبر مفرد. وطبعا انا اهم حاجه عندي لما باجي، انا دلوقتي سنه سته، فانا بقدر اعرف الفعل وتصريفات الفعل. اهم حاجه عشان اعرف احل القطع النحويه ابقى اميز جدا بين الاسم والفعل والحرف، ودي هتكلم عنها في اجازه نص السنه ان شاء الله وفي الفيديوهات الجايه، لاني هبدا معاكم باذن الله بدري شرح القواعد. فان شاء الله هتكلم عن ازاي استخرج الاسم والفعل والحرف واميزهم، لاني بكل بساطه لو قدرت اعمل الاستخراجات دي هطلع كل الحاجات اللي عايز استخرج اللي عايزنا استخرجها صح جدا، وهطلع الافعال والاسماء والحروف واقدر اعرف بشكل كويس. اهم حاجه هنا انا حولت الجمله الفعليه لكلمه واحده بس فيها المعنى، مش هجيب كلمات كتير، انا هاخد الفعل احوله لاسم، المصري معتز بحضارته، معتز فعل، عفوا من الفعل يعتز، معتز اسم اللي هو المفرد من الفعل يعتز، يعتز معتز، وحولت الخبر من جمله فعليه من الفعل والفاعل لكلمه واحده بس اللي هي معتز خبر مرفوع بالضمه. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.